السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منتصف الليل بتوقيت الجزائر، أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يتلقى التهاني من قبل رؤساء دول وحكومات بمناسبة الذكرى 70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. وفي 70 الثورة الخالدة تميز وإبهار في حفل استقبال بالنادي الوطني للجيش، وبالمناسبة أصدقاء ثورة التحرير يشيدون من أرض الثوار بملحمة نوفمبر ملهمة الأحرار. الاستعراض العسكري الكبير إبراز لقدرات واحترافية الجيش الوطني الشعبي، درع الوطن وحصنه المنيعة ومد لجسور التواصل والاستلهام من روح نوفمبر الخالدة. في المغرب، تقارير إعلامية وشهادات حقوقية تكشف تورط المخزن في قضايا ابتزاز من خلال المساومة بالتجسس والمتاجرة بمصير البشر. ميثاق عهد بالبيان تفجر وشموس عيد أشرقت مذ عانقت هذه البلاد نوفمبر. يا جبهة الشعب العظيم تفاخري، يا جبهة التحرير أنت المفخرة. ما قد جرى في الفاتح من نوفمبر 54 900 و1000 إعجاز جيل نادر حمل المجد بالرصاص وحرر، وهو اليوم يسلم المشعل لجيل الجزائر الجديدة. وبمناسبة الذكرى 70 لعيد الثورة المباركة، تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التهاني من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي أكد أن العلاقات الروسية الجزائرية قد بلغت مستوى الشراكة الاستراتيجية العميقة، مبرزا قناعته بأن تطويرها في المستقبل يستجيب للمصالح الأساسية للشعبين ويتجه نحو آفاق ضمان الأمن والاستقرار في إفريقيا والشرق الأوسط. الرئيس بوتين تقدم بتهانيه الصادقة وتمنياته بالصحة والتوفيق للسيد رئيس الجمهورية وللشعب الجزائري السلام والازدهار. من جهته، هنأ رئيس الجمهورية إيطاليا السيد سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمناسبة ذكرى 70 الثورة المجيدة، مؤكدا الاستنادة بين البلدين إلى قوة العلاقات التقليدية والصداقة بين الجزائر وروما التي يغذيها الحوار المكثف والتعاون المجدي في عديد المجالات ذات الاهتمام المشترك، معبرا عن ارتياحه للصلابة الاستثنائية في تطوير هذه العلاقة مستقبلا. وعلى هذا النحو ستواصل إيطاليا والجزائر ترقية آفاق السلام والاستقرار والازدهار لمنطقة المتوسط برمتها، حيث تعتبر محورا هاما وأساسيا في هذه المرحلة التي تتبعها الصراعات العنيفة والتوترات المتصاعدة. ليعرب الرئيس الإيطالي لصديقه في الأخير عن أمله في فرصة لقاء قادم مع السيد رئيس الجمهورية، مجددا تهانيه الحارة وتمنياته للسيد الرئيس بالسعادة وللشعب الجزائري كل الازدهار. كما تلقى رئيس الجمهورية رسالة تهنئة من رئيس جمهورية أذربيجان السيد إلهام عليف بمناسبة الذكرى 70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، تمنى له فيها النجاح في مهامه وللشعب الجزائري الازدهار باسمه وباسم الشعب الأذري. وأضاف رئيس الجمهورية أذربيجان في رسالة التهنئة أن الفاتح نوفمبر المحفور في إلى الأبد في تاريخ الشعب الجزائري الشقيق أصبح رمزا للنضال من أجل الاستقلال والحرية والإرادة التي لا تقهر على الرغم من تعرضه لسياسة استعمارية قاسية وعنف غير مسبوق وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لمدة فاقت القرن.
الرئيس الأزهري اعتبر من جهة أخرى أن ديناميكية تطور العلاقات الأزهرية الجزائرية في الوقت الحاضر مرضية، معربا عن إيلائه الأهمية لمواصلة توسيعها على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. ليختم الرئيس الأزهري بتجديد تمنياته للسيد الرئيس بالصحة والسعادة والنجاح في مهامه، وللشعب الجزائري السلام والازدهار. السيد الرئيس تلقى أيضا رسالة تهنئة من قبل رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية السيد فرانك فالتر شتاين ماير، الذي عبر عن أصدق التهاني القلبية للسيد الرئيس وللشعب الجزائري. وأكد الرئيس الألماني في رسالته أن الجزائر ومنذ بداية هذا العام تلعب دورا بارزا في مهمة إرساء السلام والاستقرار من خلال عضويتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، معبرا عن شديد الامتنان لحرص البلدين على التبادل الوثيق بخصوص هذا الشأن وسعيهما إلى تعزيز وتعميق التعاون المبني في مجالات محورية، منها الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والهجرة. وفي الختام عبر الرئيس الألماني عن تمنياته الشخصية للسيد الرئيس بالصحة والعافية وللجزائر السلام والرخاء. كما تلقى رئيس الجمهورية تهاني رئيسة جمهورية الهند السيدة دروبادي مورمو، التي عبرت عن تهانيها للسيد الرئيس وللشعب الجزائري بمناسبة الذكرى 70 لثورة نوفمبر المجيدة، مبرزة في رسالتها التاريخ المشترك للبلدين في الكفاح ضد الاستعمار، مؤكدة في الوقت ذاته العمل على تطوير العلاقات العريقة والممتدة الجوانب في قادم الأيام وتوسيعها أكثر فأكثر في شتى المجالات الجديدة لفائدة البلدين. لتعرب عن تمنياتها بدوام الصحة للسيد رئيس الجمهورية والازدهار للشعب الجزائري. رئيس الجمهورية تلقى أيضا تهاني رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السيد ماتاميلا سيريل رامافوزا بمناسبة ذكرى اندلاع ثورة التحرير المباركة، الذي تمنى للسيد الرئيس وللشعب الجزائري كل الخير والتوفيق، مؤكدا رغبته في المضي قدما نحو تعزيز وتدعيم أواصر الصداقة الممتازة بين البلدين. كما تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رسالة تهنئة من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد مسعود بازرجكيان، الذي تقدم للسيد الرئيس ولكل الشعب الجزائري بخالص التهاني والتبريكات. الرئيس الإيراني أعرب بمناسبة الذكرى 70 لثورة نوفمبر الخالدة، التي تصادف الذكرى 60 للعلاقات الثنائية بين إيران والجزائر، أعرب عن استعداد بلاده لتوطيد وتعزيز العلاقات والتعاون البيني على كافة الأصعدة ومختلف المجالات، متمنيا للسيد الرئيس موفور الصحة والتوفيق، وللجزائر الشقيقة والصديقة حكومة وشعبا الرقي والازدهار. السيد الرئيس تلقى أيضا تبريكات رئيس جمهورية كوبا السيد ميغيل دياز كانيل بيرموديز، الذي أعرب عن تهانيه الودية لرئيس الجمهورية وللشعب الجزائري والحكومة باسم الشعب والحكومة في كوبا، مجددا إرادته لمواصلة تقوية العلاقات التاريخية للصداقة الثنائية والتعاون والتضامن الموجودين بين كوبا والأمة الشقيقة الجزائرية. كما هنأ السيد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني السيد الرئيس بمناسبة 70 الثورة الخالدة، متوجها بالمناسبة أصالة عن نفسه ونيابة عن الشعب السوداني بخالص التهاني وأطيب التمنيات بالتقدم والرخاء للشعب الجزائري الشقيق وللسيد الرئيس بموفور الصحة والهناء. وأكد
السيد عبد الفتاح البرهان عمق أواصر الأخوة الصادقة والعلاقات الثنائية المميزة التي تربط الجزائر بالسودان، وعلى حرص هذا الأخير على مواصلة التعاون المشترك للدفع بالعلاقات الثنائية إلى الأمام بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. رئيس الجمهورية تلقى أيضا رسالة تهنئة من رئيس جمهورية زيمبابوي السيد إميرسون دامبوزو مينان غاغوا في ذكرى الاحتفال بثورة أول نوفمبر الخالدة، تمنى له فيها موفور الصحة والدوام التوفيق وللشعب الجزائري المزيد من التقدم. واغتنم الرئيس الزيمبابوي هذه السانحة ليؤكد التزامه بمواصلة العمل الوثيق مع السيد الرئيس من أجل مضي قدما في تقوية وتعميق وتوسيع أواصر الصداقة والتضامن بين البلدين الشقيقين. بالمناسبة ذاتها تلقى رئيس الجمهورية رسالة تهنئة من رئيسة الاتحاد السويدي السيدة فيولا أمهيرد، عبرت له فيها باسم المجلس الاتحادي وباسم الشعب السويسري عن أصدق التمنيات ومزيدا من التقدم والرخاء للجزائر. كما أكدت رئيسة الاتحاد السويسري للسيد رئيس الجمهورية استعدادها للعمل معا من أجل تطوير العلاقات التاريخية وتكثيف التعاون الاقتصادي في كافة المجالات بما يخدم المصلحة العليا للشعبين الجزائري والسويسري. كما تلقى رئيس الجمهورية تهاني رئيس جمهورية التشيك السيد بيتر بافل الذي عبر له فيها عن بالغ تقديره لعمق الصداقة العريقة التي تربط البلدين، مؤكدا مواصلة العمل لتطويره في كافة المجالات بما فيها الحوار والسياسية والتعاون في المجالات الاقتصادية، متمنيا للسيد رئيس الجمهورية وللشعب الجزائري كل الخير والتقدم. نبقى في سياق التهاني التي ترد تبعا بمناسبة الاحتفال بسبعينية الثورة، حيث تلقى السيد رئيس الجمهورية رسالة تهنئة من قبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الذي عبر عن خالص التهاني وأطيب التمنيات راجيا من الله تعالى أن يعيد بالمناسبة هذه على السيد الرئيس بموفور الصحة والعافية وعلى الجزائر بالخير والاستقرار والازدهار. رئيس مجلس الوزراء اللبناني أكد بالمناسبة حرصه على تعزيز العلاقات الأخوية التي يطمح أن تزداد وثاقة لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين. هذا وبعث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد حسين إبراهيم طه أصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى رئيس الجمهورية بالمناسبة ذاتها، مشيدا بالدور الجزائري المحوري والتاريخي في هذه المنظمة وتعزيز العمل الإسلامي المشترك، مؤكدا سعي منظمة التعاون الإسلامي الدائم لتعزيز القيم التي تجمع أعضاءها وتوثيق أواصر التعاون والمنافع المتبادلة. كما أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامية بهذه المناسبة عن تطلعه لما يوليه السيد رئيس الجمهورية من رعاية واهتمام لتعزيز التضامن بين أبناء الأمة الإسلامية. وبمناسبة إحياء الذكرى 70 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة، ترأس السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس حفلا على شرف إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي من العاملين والمتقاعدين وبحضور عدد من المسؤولين السامين في الدولة. التفاصيل مع زكريا مهوبي. حضر هذا الحفل الذي يندرج في إطار التقاليد العريقة للجيش الوطني الشعبي التي ترمي إلى تثمين مختلف محطاتنا التاريخية المجيدة وتخليدا لأرواح شهدائنا الأبرار، كل من السادة رئيس مجلس الأمة، رئيس المحكمة الدستورية، الوزير الأول وأعضاء الحكومة
وكذا قائد الحرس الجمهوري، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، قادة القوات والدرك الوطني، قادة النواحي العسكرية، رؤساء الدوائر والمديرون ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، فضلا عن إطارات سامية في الدولة وشخصيات وطنية ومجاهدين. في البداية استمع الحضور إلى النشيد الوطني من تأدية الفرقة الموسيقية للحرس الجمهوري. فيلماً وثائقياً بعنوان وكان ذلك حقاً علينا، من إنتاج مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي، قبل أن يتابع الحضور استعراضاً بالطائرات المسيرة المضيئة يجسد لوحات متنوعة ورموزاً من تاريخ الجزائر. تتشكل الآن خريطة جزائرنا الحبيبة، بلادنا التي ارتبطت بملحمة من الشجاعة والتضحية، أرضنا وأرض أجدادنا، أرض أبنائنا وأحفادنا، أجيال تعاقبت على هذه الأرض الطاهرة لم تستسلم يوما، جزائريون الأحرار الذين أخذوا عهدا على أنفسهم أن تظل الجزائر حرة مستقلة، فحافظوا على أرضهم وقدموا لها الغالي والنفيس، وحرصوا على أن ترتفع رايتهم الوطنية دون أن يكونوا مضطرين للانحناء لأي غاصب أبدا، وعقدوا العزم أن تحيا الجزائر. شعارهم ليس مجرد كلمات، بل هو تجسيد لإرادة شعب عانق الأمل وحلم بالحرية فاستردها. ليختتم الحفل بعروض شيقة للألعاب النارية. هي ثورة التحرير ملهمة الأحرار، تعود ذكرها السبعين على أرض الثوار، وهي تستقبل أقارب وأحفاد زعماء التاريخ والقضايا العادلة في العالم، الذين أكدوا أن ثورة المجد متفردة في كلها وأجزائها. نجوى جدية.
احتفت الجزائر بذكرى ثورتها التحريرية المجيدة بأسلوب استثنائي يمزج بين التضحية والوفاء لتقف عرفانا لرموز النضال العالمي. فكان اللقاء فريدا بين صفحات التاريخ تحت سماء الجزائر التي احتضنت الكفاح ودعامت الحرية. كان نجلو الجنرال جياب قائد الكفاح الفيتنامي ضد الاستعمار الفرنسي حاضرا ليشهد تقدير الجزائر لإرث أبيه الزعيم الذي قاد المقاومة ضد المستعمر الفرنسي بشجاعة وإصرار محققا نصرا تاريخيا في معركة ديان بيان فو الشهيرة. ومن أقصى أمريكا اللاتينية جاءت ابنة تشي جيفارا الثائر الأممي الذي أصبح رمزا عالميا للكفاح ضد الظلم تعبيراً عن التقدير والاحترام لمواقف الجزائر المساندة لبلدها. لقد حدثني والدي دائماً عن الجزائر وأعطاني الكثير من المعلومات، فقد كان منخرطاً بشكل وثيق في الثورة الجزائرية المجيدة. الشعب الجزائري ناضل لسنوات عديدة من أجل الاستقلال واسترجاع السيادة، والجزائر اليوم منارة ضوء لبقية القارة الإفريقية والعالم، والثورة الجزائرية أكدت أنه من الممكن هزيمة معتد قوي. حفيد نيلسون مانديلا زعيم الكفاح ضد الفصل العنصري حضر اللقاء الذي خصته الجزائر كتكريم يعكس علاقة متينة بين الجزائر ونضال جده ضد العنصرية. وبمشاعر عميقة يؤكد أن الجزائر دعمت نضال جده بكل إخلاص. Well, for us as the Mandela family, it is always an honor. بالنسبة لنا كعائلة مانديلا شرف لنا أن تكون الجزائر موطننا الثاني. أنا سعيد جدا بوجودي هنا بالجزائر ونحن نحتفل بالذكرى 70 للثورة التحريرية المجيدة، فكما تعلمون استمد العديد منا في جميع أنحاء القارة الإفريقية الكثير من الإلهام من الثورة الجزائرية الخالدة. الشعب الجزائري تمكن من خوض كفاح مسلح فعال وإحداث تحول جديد في القارة الإفريقية، مما دفع العديد من الثوار في العالم إلى القدوم للجزائر للاستلهام من هذه الثورة المجيدة وهذا الشعب العظيم. أما حفيدة أونريكو ماتيه الرجل الذي واجه الاستعمار الاقتصادي وآمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها، فقد عبرت عن فخرها وسعادتها بحضورها في بلد قالت أنه يذكرهم بقيم الحرية والاستقلال التي آمن بها جدهم، بل وتجد فيها امتدادها في كل من يحتفي بهذا الإرث. وعلى خطى الحرية والديمقراطية كان حفيد الرئيس تشيلي الراحل سلفادور أليوندي حاضرا معبرا عن أن حلم جدهم بالحرية لم يدفن، بل وجد في الجزائر موطنا وفيا له. بحضور أصدقاء الثورة ورموز النضال جسدت هذه اللحظات رسالة قوية من الجزائر. ما شاهدناه اليوم يعد من أجمل الاستعراضات العسكرية، ما يدل على عظمة هذا البلد وشعبه. أنا سعيد جدا بوجودي هنا في الجزائر وحضوري هذا الاستعراض الرائع. أشكر الجزائر والرئيس على تقديم الدعوة لي. هي رسالة نوفمبر التي تؤكد أن جذور الجزائر النضالية وذاكرتها الثورية تتجاوز كل الحدود وتربطها علاقة وجدانية وعميقة مع كل من ساندها في مسيرتها. اليوم هي لا تحتفي بنفسها فقط، بل تجدد عهد الوفاء لكل من ساندها وحمل السلاح أو القلم في سبيل الحرية. إحياء الذكرى دائما وتنسيخا للتقاليد العسكرية العريقة، استعرض الجيش الوطني الشعبي على محور الطريق الوطني رقم 11 المحاذي للصرح الحضاري جامع الجزائر، استعرض مختلف التشكيلات العسكرية التي أبانت عن الجاهزية والاحترافية والعصرنة. الاستعراض العسكري الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة
المسلحة وزير الدفاع الوطني حضره قادة ورؤساء دول ووفود أجنبية إلى جانب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني الوزير الأول وأعضاء الحكومة وكذا قائد الحرس الجمهوري وقادة القوات وقائد الدرك الوطني وقادة النواحي العسكرية إلى جانب ألوية وعمداء في الجيش الوطني الشعبي ومسؤولين سامين في الدولة. أحمد خير الدين. سبعينية ثورة التحرير المباركة حدث لم يكن كباقي الأحداث على الإطلاق، استعراض عسكري ضخم تزين به شارع المحمدية بالجزائر العاصمة. استعد البداية كانت بسبعين طلقة مدفعية ترحيبا برئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني الذي استهل مراسم الحفل بتفتيش القوات المشاركة في الاستعراض رفقة الفريق أول السعيد شندريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. جزير جزير بدل السيد الرئيس جموع المواطنين التحية وأكد أن قدرات الجيش الوطني الشعبي المتأهب دوما موجهة حصرا للدفاع عن أرض الشهداء وما وصل إليه جيشنا اليوم من شأنه إحلال السلم والأمن الدولي. في هذا اليوم المجيد حرصنا أشد الحرص أن يكون الاستعراض العسكري في مستوى أبعاد ورمزية الذكرى السبعين وفي مستوى تضحيات صانعيها وفاء لمن صانوا الوديعة ومعبرا عن تعزيز الرابطة المقدسة بين الشعب وبناته وأبنائه في الجيش الوطني الشعبي الذين هم من صلبه يعملون بحس وطن عال وبالتزام ثابت ووطنية خالصة ويجدر أن أؤكد هنا على عقيدة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير عقيدته الدفاعية وعلى أن سلاحه موجه حصرا للدفاع عن الجزائر وحماية سيادتها الوطنية إلى جانب المساهمة في إحلال الأمن والسلم الدوليين طبقا للالتزامات الدولية والجهوية لبلادنا واحتراما للقانون الدولي وفي إطار مبادئنا وقواعدنا الدستورية. ولأننا نحتفل بنوفمبر. وثقت عدسات الكاميرا بدقة ما أبدع في تقديمه رجال الجزائر أمام أنظار ضيوف الشرف من الدول الصديقة والشقيقة، أبهر حماة الوطن في خلق سمفونيات عكست مدى احترافية وكفاءة أحفاد صناع ملحمة نوفمبر. توصل الاستعراض العسكري الضخم جوا برا وبحرا، وفي لحظة فارقة وقف الجميع بكل اعتزاز عندما صدحت حناجر رجال القوات الخاصة. هنا اهتزت الأرض احتراما وتجلت عظمة المكان والزمان. جمالية المشهد الاحتفالي اكتملت لحظة مرور مواكب مختلفة من العتاد العسكري للجيش الوطني الشعبي، أسلحة متطورة وعصرية تنم عن الاحترافية والجاهزية القصوى لقوام المعركة. صورة التلاحم الحقيقي رسمتها الجماهير الغفيرة التي جاءت من كل ولايات الوطن لتعيش فرحة الفاتح من نوفمبر مع أشاوس الجزائر. تحية الجزائر وتحية الجيش الوطني الشعبي. رانا هنا متواجدين للاحتفال بالذكرى السبعين لاندلاع الثورة المجيدة
هذه الثورة اللي ضحوا عليها الرجال والشهداء بالنفس والنفس وبدمائهم، ربي يرحمهم إن شاء الله في جنة الخلود إن شاء الله. شفنا الاستعراض العسكري وعجبنا وهايل، وتحية الجزائر. رانا شفنا هذا الشعب كامل اليوم حضر لهنا من أجل هذا العرس، من أجل هذه اللي نبرزها للعالم بأن الجزائر باقية برجالها وسواعد أبنائها، وأن الجزائر لن تسقط ولن تزول بزوال الرجال. الجزائر واقفة وستبقى، ونقول في الأخير تحيا الجزائر ويحيا الشعب الجزائري إلى الأبد. يحيا الجزائر ويحيا أولادنا كل، ويحيا تبون وتبارك الله فيه وفي الجيش تاعنا، في أولادنا وبلادنا. الجزائر المندا ومن زونوفون برقلا نسد الجزائر نبدي قردنا أذولين الجيش الوطني الشعبي ذين نسفرح انت مورث ناسك، ونشتقي لاسكار ونشتقي الماتريال لاسكار، نفرح مليح مليح. التواصل بين الأجيال والتشبع بقيم الأسلاف هو سر قوة الجزائر في مسارها وعبر كافة مراحلها منذ الاستقلال. جوا برا وبحرا رسم أشاوس الجزائر صورة حقيقية في سبعينية الثورة، عبرت عن مدى قوة وصلابة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير. جيش التحرير الوطني فخر والأمة ودرعها الحامية، يرفع اليوم لواء الدفاع عن وديعة الشهداء ماضيا على درب أسلافه شرفاء جيش التحرير الوطني الذين مرغوا كبرياء فرنسا وحلفائها في ثورة باتت تاريخا ومرجعا لأحرار العالم. سليم حمادية. أن تحرر وطنا من دنس مستدمر، فتلكم مهمة لا تستعر إلا في قلوب الرجال، ولا تثقل بها إلا سواعدهم. وأن تحافظ على الوطن أمانة الرجال، فهؤلاء حماته من سليل أولئك وأسوده الكواسر. على خطوط النار والجمر سطر يومها أسود جيش التحرير الوطني بطولاتهم وملاحمهم بصدور عارية وأسلحة وذخائر على قلتها وضآلة جودتها، وبعزيمة تنضح بأسا دكدك خيشوم جند فرنسا وطمر غرورهم واستكبارهم في الجبال والتلال والصحاري والوديان. يومها لا صوت يعلو على صوت جنود الله، ولا أرض على اتساعها تضيق إلا بالعدو. رسالة الشهداء رسالة مقدسة، والوطن رسالتهم، وأمانتهم ناءت بحملها الجبال، فحملها أبناء الرجال هؤلاء وسليلهم. رسالة أمة تنبض حياة وسلما، ما احترمت منقوشة في قلوبهم وعلى أكفهم، يحملون أرواحهم لصونها جوا وبرا وبحرا. لم ولن يدخر أسود الجزائر جهدا ولا نفسا ولا نفيسا إلا افتدوا به المحروسة، يفتدونها من حقد الحاقدين وكيدهم. لأجل هؤلاء تبذل الدماء وتمعس الأكباد، فهم بالأمس حاضنة الثورة المظفرة وجيشها الباسل، وكما بالأمس أيضا هم اليوم مشتلة أشبال الجيش الوطني الشعبي وأسوده، وهو حصنهم ودرعهم وعرينهم المسؤول. دولياً وفي فلسطين المحتلة تتواصل حرب الإبادة الصهيونية على غزة بمزيد من المجازر والجرائم، إذ ارتكب الاحتلال الصهيوني 7 مجازر أمسية ضد العائلات أسفلت عن استشهاد 55 فلسطينياً وإصابة 192 آخرين، كما أصيب 3 أطفال جراء إلقاء قوات الاحتلال الصهيونية لقنبلة على عيادة طبية تشهد حملة تطعيم ضد الشلل
الاحتلال بشمال القطاع. وبالضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال 20 فلسطينيا وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام والرصاص باتجاه المواطنين. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن حصيلة الشهداء والمصابين نتيجة حرب الإبادة الصهيونية المتواصلة في قطاع غزة ارتفعت إلى أكثر من 43 ألف شهيد وما يزيد عن 100 ألف مصاب. في المغرب رائحة العفن انتشرت وفاحت لتشكل مادة دسمة للواشنطن بوست التي كشفت بالحجة والبيان ابتزاز المخزن لفرنسا باستخدام التجسس والمساومة. وإذا كان الفعل قذرا فرد الفعل قد يكون أقذر، أم أن المرافعة عن حقوق الإنسان تسقط داخل أسوار المخزن عدو الإنسانية قبل الإنسان. أيدحو. باستغراب شديد عادت صحيفة الواشنطن بوست إلى الانقلاب الذي حدث في الموقف الفرنسي تجاه قضية الصحراء الغربية، حيث وربطت الواشنطن بوست الزيارة الأخيرة لماكرون بالضغوطات التي يكون قد تعرض لها من قبل المخزن بعدما استهدفه بالتجسس من خلال نظام بيجاسوس، وهو ما أثار حسب المقال موجة من السخط الفرنسي والعالمي على نظام المخزن الذي عوقب بتقليل حصة التأشيرات وكذا تقليل المساعدات والإكراميات التي كان يتحصل عليها من فرنسا. وكشفت الواشنطن بوست أن المغرب استعمل أيضا موجة المهاجرين غير الشرعيين للضغط على فرنسا، وهو ما كشف عنه أيضا المعارض المغربي فؤاد عبد المومني الذي أكد أن المغرب يحاول ابتزاز فرنسا باستخدام أساليب تشمل التجسس وحجب التعاون في إدارة الهجرة غير الشرعية. وهي التصريحات التي عرضت الناشط الحقوقي المغربي عبد المومني للاعتقال والتعذيب والسجن واختراق خصوصيته وحميميته مع اختراق أجهزة إلكترونية لناشطين حقوقيين آخرين باستعمال بيجاسوس. الواشنطن بوست أشارت للزيارة المثيرة للجدل بأنها لم تتطرق إلى الحرية وحقوق الإنسان في المغرب. في المقابل يتم التخطيط والسطو على الحقوق الشرعية للشعب الصحراوي في أراضيه وشرعنة نهب ثرواته من الطرفين. وفي شهر الأمجاد نختم النشرة ببعض من مظاهر الفخر والاعتزاز بسبعينية ثورة التحرير الخالدة، إذ نستذكر بطولات الأمس من صروح المعمار اليوم. وها هي ذكرى الشهيد البطل علي عمار المدعو علي لابوينت الذي فجر بالأمس نار الثورة في ملحمة الثوار تسترجع نورا يضيء سماء الصرح الرياضي الذي يخلد اسمه بأدويرة بالعاصمة. دام عزك يا وطن، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.